انخفاض اليورو أمام الدولار لأول مرة من 20 سنة تحديداً من فبراير 2002. طيب إيه الأسباب اللي أدت إلى انخفاض اليورو أمام الدولار؟ وده يعتبر انهيار لليورو أمام الدولار. منطقة اليورو ألا وهي الاتحاد الأوروبي، أي منطقة دول أوروبا الواقعة تحت الاتحاد الأوروبي اللي بتتعامل بعملة اليورو، في ثلاث أسباب رئيسية أدت لانخفاض عملة. السبب الأول أزمة الطاقة العالمية اللي ضربت العالم وتحديداً أوروبا. خدوا بالكم إن أوروبا أكثر دول العالم تضرراً في أزمة الطاقة الأخيرة اللي حصلت بعد الحرب الروسية الأوكرانية. ليه؟ لأن الغاز الروسي وقف إمداده لأوروبا، أوروبا من غير الغاز الروسي تتجمد، فهتجيب غاز منين؟ بدأت تشتري الغاز بأسعار عالية جداً، فبدأ ده يعود عليها هي وعلى الميزان التجاري الأوروبي وعلى الميزان الاقتصادي الأوروبي، فبالتالي أدى إلى انخفاض قيمة. يعني أكثر الناس استفادت من الحرب الروسية الأوكرانية دلوقتي روسيا، أكتر الناس ضرراً أوروبا. يبقى دي كانت الأزمة الأولى. السبب الثاني، في النرويج في حاجة اسمها عمال المناجم، بيسموا عمال الطاقة. عمال الطاقة دول بقالهم أزيد من 5 أيام أو أسبوع عاملين إضراب شديد جداً وواقفين عن العمل تماماً. أوروبا بتعتمد بشكل كبير جداً على الطاقة النرويجية، الطاقة اللي بتيجي من النرويج. العمال عاملين اضراب تام، مفيش طاقه بتيجي، فده برضو ادى الى ارتفاع اسعار الطاقه اكتر واكتر وارتفاع اسعار الغاز اكتر واكتر، مما ترتب عليه انخفاض اخر في عمله في اليورو وتضرر اليورو. السبب الثالث، لما الفدرالي الامريكي اخذ رفع 3 مرات في شهر برفع سعر الفايده، المستثمرين بيعملوا ايه؟ ايه ده الدولار عليه فايده كبيره، طيب انا رايح ليه احط فلوسي في يورو زي ما مثلا حصل في مصر؟ ليه احط فلوسي في مصر؟ ما راح احطها في امريكا، احطها بالدولار لان الدولار عليه فايده اكبر من الفدرالي الامريكي. فالمستثمرين واصحاب الاموال الساخنه برضو قالوا بدل، طب ما احنا الفايده اللي بتجي لنا من اليورو قليله جدا، طب ما نروح نحطها في امريكا وتجي لنا فايده اعلى واكبر اضعافا مضاعفه. فدي كانت 3 اسباب، الحرب الروسيه، الثانيه ازمه عمال الطاقه في النرويج، الثالثه الفدرالي الامريكي. طيب تاثير ده بقى علينا احنا في الوطن العربي ايه؟ الدول اللي بتتعامل باليورو بشكل كبير جدا زي مثلا الجزائر، زي تونس، زي المغرب، هتتضرر طبيعي، يعني هتتضرر جدا من انخفاض عملة اليورو. بمعنى اذا افترضنا ان انا النهارده حاطط 10 مليون يورو في البنك، ال 10 مليون يورو كان بيعادلوا 10 مليون و200 الف دولار. دلوقتي ال 10 مليون يورو على سبيل المثال انخفض اليورو بقى مثلا بتسعه، بقى 9 مليون بقى مثلا بيعادلوا 9 مليون دولار، يبقى انا خسرت 1,200,000 دولار في لحظه. ده انا بقول لك مثلا تقريب مش اكتر، يعني انما هو مش كده، الانخفاض ما حصلش بهذه الكميه يعني، انما انا بقول لك مثلا. ازمه كبيره جدا لم تحدث لليورو من 20 سنه. كل الخبراء الاقتصاد بيؤكدوا ان هذه الازمه للاسف الشديد مستمره، وسيظل تدهور اليورو مستمر ما لم تحل الأزمة الروسية الأوكرانية، لأن أوروبا هي أكثر المتضررين من الحرب الأوكرانية، من الحرب الروسية الأوكرانية أكثر من أوكرانيا. السلام عليكم.